سعيد فين؟ بقول لك الحاج سعيد فين؟ اتفضل. اروح كده. ايه يا ابن ابويا؟ مالك داخل علينا بزعبيبك كده؟ خير؟ خير ايه وبتاع ايه؟ ده انا قلت انت مش هتفتح لي الباب من اساسه، ده حتى تليفونك ما ردتش عليه. كنت عامل التليفون فايبريشن. طب كويس والله، اصل انا افتكرت حاجة تانية. ما انا اللي عارف الحتة اللي انت خدتها مني شغلها عامل ازاي، وعلى رأي الليل اللي مربي قرد عارف تنطيطه. تقصد ايه؟ اقصد ان انت واخوك فتحتوا دماغي وخدتوا منها الحتة اللي فولتها عالي، الحتة التلاتة فاز. يا سيدي انا مش كهربائي عشان افهم اللي انت بتقوله. انت مش فاهم يا عبد القوي. لا انا فاهم كويس، انا ليا حق وجاي وعايزه. حقك في مراس ابوك خلاص، انا اتفقت انا ونبيه ان احنا ندهول. لا، حقي في مراس ابويا حاجة، وحقي في الحتة اللي انت شمطتها مني حاجة تانية خالص. يا ابن ابويا عيب، اتكلم كويس. اتكلم كويس ازاي؟ اتكلم كويس ازاي وانا بقيت حلق عمال اتهز شمال ويمين في ودني من طير وودني من عجين؟ يا ابني اتكلم عادل. شوف اهو اهو، الدموية ردت في وشك، الدم جاري في عروقك وبقيت زي الفل. انت بقيت عصبي، انت بقيت عصب على حساب يا سعيد. بقول لك ايه، انت مش جاي تعدد هنا دلوقتي. هو انا بقيلي غير العديد وانت تحس ازاي؟ ما انت بقيت اكس يا معلم. قول لي ايه المطلوب؟ كل حاجه، كل حاجه يا سعيد. الجمل بما حمل، ما هو اصل اللي انت خدته مني ما يتعوضش ولا بمال قرود. ده كفايه منظري قدام حريم بيتي، ده انا بقيت بخش البيت على طراطيف صوابعي، ده انا بقيت بخاف اقابل مراتي في الشقه حتى لو صدفه. كل حاجه ملكك يا سعيد، تبقى ملكي وبتاعتي. هو اي كلام وخلاص؟ لو اي كلام وخلاص يبقى ماشي، لكن الكلام ده عشان يمشي لازم تثبته. مش انا اللي هثبت يا سعيد، المتر عبد الحكيم هو اللي هيثبت اللي انت عملته انت واخوك في اعدام يا سعيد. وانا وانت والزمن طويل. انك لله يا نبي انت وسعيد، ده انا اللي كان بيمسكني كانه حضن كابل تلاتة فاز. او انت صحيت يا حبيبي؟ لا لسه. صباحك عسل. صباح الفل. انا قلت طالما انت بترجع متاخر وبتنام متاخر وبتصحى لي كده متاخر، خلاص يبقى افطارك غداك. بص بقى، عامله لك شويه اكل، انما ايه، طاجن عكاوي وفت الكوارع وشويه حلويات كده محمرهم لك في السمنه البلدي عشان يجروا الدم في عروقك. اه يجروا الدم. اه وعلى راي الليل واتدحرج واجري يا رمان، وتعال على حجري يا رمان. سلامته. طمنتني عليك. ايوه كده والله، ده انا اللي نفسي اطمن. لا لا لا، بقول لك ايه، بعد ما ناكل تعال. وماله الاكل صحه برضه.